عندي سيارة أجرة وهي مصدر رزقي ولا عندي عمل آخر، فهل أخرج زكاة لهذه السيارة وكيف مأجورين؟ هذه السيارة ليس فيها أجرة، ليس فيها زكاة، لأنها معدة للأجرة لا للتجارة. ومثلها العقارات، لو كان عند الإنسان عقارات كثيرة تساوي ملايين ولكنه لا يريد بيعها إنما يريد استغلالها فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. نعم.